أعلن بداية شوطنا الحالي والمباشر وهو شوطنا الثاني كما تتابعون مع الكادر الآخر، والمخرج يعود بكادر واحد بعد أن قدم لنا اللقطات الماضية وكل ما دار في شوط المحليات ليبدأ شوط جديد، شوط خاص للإبكار المهجنات الأصايل التي تنطلق على بركة الله وتوفيقه وتحمل لنا هذه الأعداد التي تشارك من مسافة 8 كيلومترات. وهكذا متابعين الكرام اندفاع لشوطنا القادم وانطلاق هذا الشوط. وفي هذه اللحظات يسرني ويشرفني أن أرحب بسمو الشيخ الذياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان الذي وصل في هذه اللحظات لمتابعة وانطلاقة هذا الشوط. فمرحبا أبو محمد بحضورك المشرف والميمون واندفاع سباقات الهجن العربية الأصيلة، كما يرحب القائمين على كرنفال مهرجان زايد التراثي دائما بكافة الحاضرين، والدعوة عامة لحضور الكرنفالات والاحتفالات التي تقام في ميدان الوثبة. هنالك التصوير وهنالك المسابقات الثقافية والتراثية والاحتفالية، وهنالك اليولة أيضا، وهنالك كل ما يدور داخل أرضية ميدان الوثبة في تمام الساعة 4 مساء من كل يوم أيامنا الماضية أيامنا القادمة بإذن الله تعالى. أتمناها أن تكون أيام عامرة بالأفراح والسعادة، وأن يديم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالصحة والعافية ويجعله ذخرا لنا يا رب العالمين. عيد الاتحاد 43 يقترب ويقترب في 2 ديسمبر ونحن نحتفل من هذه اللحظات. وأبدأ مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، الشاهنية تأتي على المركز الأول في هذه اللحظات، أم هنا تأتي الغزيل مع المركز الأول مع مقدمة الشوط. الغزيل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر انطاء طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والانطلاق، بينما النقلة إلى المركز الثاني الفائزة 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 وعساك دايم فايز يا هالشعار. الفائزة مع المركز الثاني لهجن الرئاسة يتقدم مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المنطلق مع الفايز في مشاركتنا في هذا اليوم. هنا يتقدم أبو أحمد المميز، بينما المركز الثالث الشاهنية لهجن الرئاسة يأتي صالح بن سعيد بالعرج المري في عملية التضمير والمتابعة. المركز الرابع في هذه اللحظات المتقدمة والمنطلقة بشعار سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، والمضمر هو الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة، وهي انطلقة الشاهنية على المركز الأول وما زالت مسيطرة على مقدمة الشوط في هذه اللحظات بعد أن خطفت المركز الأول الشاهنية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان. بينما المركز الخامس الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير، وتأتي أيضا هنالك بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المتقدمة بشعار طارش بن مبارك بالقوبع الحميري في عملية التضمير والعناية. بينما المركز السابع
تأتي هنا طواري. يا سلام، طواري تتقدم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والمضمر لطواري محفوظ بن خميس إلينيبي، من قدم لنا مع الشوط الناموس الأول مع مهابة ومع هذا الشعار. هكذا نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول وإلى الشاهنية بشعار سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان. الصادق فضل الأمين، يلا يا الصادق خلها تصدق مواعيدك بالناموس. نتمنى هذا الشعار أن يكون دائما في قوته، وهو قوي بإذن الله تعالى، والقوة لله سبحانه وتعالى. يتقدم هذا الشعار والصادق فضل الأمين في المتابعة، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان المتابع والداعم لهذا الشعار، أيضا الأسماء التي تقدمت، الأسماء التي وصلت، الأسماء التي انطلقت. هنا لوحة جميلة وصورة جميلة مع مقدمة الشوط تؤكد قوة المنافسة في كل محفل، وأن أي شوط في أشواطنا لابد أن تكون المتعة حاضرة والانطلاق. خمسة ذلل ثنايا من الأصائل المهجنات تدور في موقع واحد، في موقع واحد، وإن دل هذا الشيء يدل على قوة المنافسة. انطلقت مع المركز الأول الشاهنية، الشاهنية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين. بينما المركز الثاني تأتي الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير والمتابعة. بينما المركز الثالث تأتي الفائزة، الفائزة مع المركز الثالث التي تتقدم بتجهيزاتها لهذا الموسم، الفائزة لحجن الرئاسة والمضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، يتقدم المميز الذي دائما وأبدا ما يظهر إلا في الأوقات المميزة والمناسبة اللي عودنا عليها. أبو أحمد جعلك ذخر للنواميس. المركز الثالث القادم طواري، طواري لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. يتقدم محفوظ بن خميس الينيبي، يتقدم بو ناصر في عملية التضمير. المركز الرابع، المركز الرابع الشاهنية لسمو شيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة. بينما نقلتنا أيضا على المركز الخامس القادمة مع المركز الخامس الشاهنية لحجن الرئاسة مع صالح بن سعيد بالعرج المري، ولنا عودة إلى مقدمة الشوط، لنا عودة إلى المركز الأول. ما زالت الشاهنية مع مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بن عبيد بن سعيد في عملية التضمير والمتابعة والانطلاق لمقدمة الشوط مع هذا الشعار. بينما المركز الثاني، المركز الثاني تأتي طواري، طواري مع المركز الثاني تأتي للحالات الطارئة، للحالات الطارئة تتواجد طواري، وتقدمت بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الإنيبي. يتقدم الزعيم العيناوي في عملية التضمير. المركز الثالث، المركز الثالث الفائزة لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، يتقدم مع الفائزة ونحن نقترب من المنعطف الأخير والمنعطف الخطير، منعطف خطير وصعب وهام. وعندما ذكرنا بأنه المنعطف الخطير ظهر الخطر، ظهر الحمر، ظهر اللي
دائما وابدا ما يقدم لنا النواميس. مبارك بن احمد بن مايد الخيلي في تجهيزاته ومشاركاته في هذه الانطلاقات يقدم الفائزة لهجن الرئاسة. ايضا طواري وهي فائزة معنا في الاسبوع قبل الماضي في مشاركة الكبار الاولى من مسافة 8 كيلومترات. فازت طواري لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد على نهيان محفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير. الشاهنية مع المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي يقدم الشاهنية وهي تشكل الضغط المستمر. ولكن ها نحن متابعين الكرام في لحظاتنا الأخيرة من عمر هذا الشوط. الفائزة عساك دايم فايز يا هالشعار، عساك دايم فايز. والمميز المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيلي مع المركز الاول مع الخطر الحمر، بينما المركز الثاني طواري تأتي مع المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الينيبي. ولكن الفائزة سلام يا ابو احمد، ما شاء الله راحت الفائزة مع المركز الاول، وانطلقت الفائزة لحجن الرئاسة مع المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيلي. المقصورة الرئيسية تبتسم لك يا الخيالي ولشعار حجن الرئاسة، وكأنها تذكرك بموعد الختاميات. وأنت والله الحزام والسند، تهانينا لحجن الرئاسة على هذا الفوز، وتهانينا للمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي على فوز الفائزة في المركز الأول. أيضا اللي فازت في المركز الثاني أيضا طواري لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، شعار أيضا يهمنا أمره وكافة الشعارات تهمنا، ولكن دمي حمر يا أخواني. أيضا تهانينا للمضمر محفوظ بن خميس الينيبي على هذا الفوز. بينما المركز الثالث الشاهنية لهجن الرئاسة مع صالح بن سعيد بالعرج المري. المركز الرابع الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. وخامسا شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. فازت الفائزة، وهذا هو ما عودنا عليه المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيلي برفقة شعار هجن الرئاسة التي تنتزع الناموس وتفوز في شوط المهجنات الاول. وهنا لحظة تسللها وانطلاقها، وهنا التوقيت الزمني 13 دقيقة 19 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تمنياتي لهذا الشعار دائما التوفيق والنجاح والفوز، وللمميز ولإخوان المضمرين. أيضا بينما المركز الثاني 13 دقيقة 19 ثانية و8 أجزاء من الثانية، وصلت في الطواري لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع محفوظ بن خميس الينيبي. وثالث المراكز وصلت في الشاهنية لهجن الرئاسة مع صالح بن سعيد بالعرق 13 دقيقة 25 و9 أجزاء من الثانية. هذا كل ما لدي.